أهلا بكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة النبي موسى كريم الله عليه السلام. لن نتحدث عن قصص الأنبياء من الناحية الدينية كما تتحدث عنها جميع المؤلفات والمخططات، بل من الناحية التاريخية لنتعرف على ترتيب الأحداث الصحيح من قبل سيدنا آدم وحتى أشرف الخلق سيدنا محمد. موسى ابن عمران ابن قاهات ابن لاوي ابن يعقوب عليه السلام، حدثت التوراة ميلاده عام 1370 قبل الميلاد بمصر في عهد الأسرة الثامنة عشر الفرعونية. كان شأن بني إسرائيل عظيما في مصر بفضل سيدنا يوسف الذي أمرهم بالهجرة من فلسطين لمصر في عهد الهكسوس، لأن يوسف كان وليا على مصر أثناء احتلال الهكسوس العرب لها. بعدما تحرر المصريين من الاحتلال الهكسوسي بقيادة أحمس مؤسس الأسرة الفرعونية الثمانية عشر ومؤسس الدولة الفرعونية الحديثة، انحط شأن بني إسرائيل في مصر، وبدأ الفراعنة المصريين يضطهدوهم لأنهم من ثلول الهكسوس الدخيلة على مصر، فهي ليست من نسيج الشعب المصري المعروف منذ قيام الدولة لقرون سابقة. وازداد كره الفراعنة لهم بعدما أشاعوا ظهور نبي من بينهم يقتل الفرعون وينتقم منه، فأمر الفرعون بقتل ذكور بني إسرائيل ليمنع حدوث تلك النبوءة وليحد من تواجدهم بمصر. ولد موسى عليه السلام في عام قتل الذكور، فخافت أم موسى على ابنها فأمرها الله أن تضعه في صندوق خشبي وتلقيه في النيل، وفعلت ما أمرها الله، وحملت الأمواج موسى الرضيع إلى الشاطئ المطل على قصر الفرعون، فأخذه الخدم لزوجة الفرعون التي كانت عاقرا، فحملت موسى وضمته لصدرها وذهبت للفرعون ترجوه بأن لا يقتل موسى وأن يتخذوه لهم ولدا. قال تعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي، فإذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، صدق الله العظيم. حزنت يوكابد أم سيدنا موسى على فراق ابنها، وأرسلت ابنتها مريم أخت سيدنا موسى إلى أسيا حفيدة الريان ابن الوليد زوجة الفرعون لتتفقد أحوال أخيها. وعندما ذهبت لتتفقد الرضيع وجدت زوجة الفرعون حائرة، فموسى الرضيع يرفض أن يرضع من كل المرضعات، فذهبت مريم إلى الخدم ودلتهم على مرضعة لموسى. تلك المرضعة هي أم موسى الحقيقية، والتي عملت مرضعة ومربية في قصر الفرعون تربي ولدها تحت رعاية الفرعون. وها هو موسى أصبح شابا قويا ولا يزال لا يعلم حقيقة نسبه إلى بني إسرائيل. وفي أحد الأيام حدثت مشاجرة بين شابين، أحدهم مصري والآخر من بني إسرائيل، فقتل موسى المصري وفر هاربا إلى أرض مدين في السعودية، حيث نبي الله شعيب الذي تزوج إحدى ابنتيه وظل يرعى غنمه لمدة 10 سنين مختبئ عن الفرعون وجواسيسه. وبعد أن أتم موسى 10 سنوات في مدين، أرسل الله جبريل عليه السلام إلى شعيب ليأمر موسى أن يرجع إلى مصر مع أهل بيته، حيث أمه يوكابد وإخوته مريم وهارون. رجع موسى مع زوجته إلى مصر، وعندما وصل سيناء وأثناء الليل كان الظلام دامس، وجد موسى نارا فوق الجبل فذهب ليتفقد ما هي. قال تعالى في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك
إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. صدق الله العظيم. كلم الله موسى تكليما وأمره أن يذهب للفرعون ليدعوه لعبادة الله الواحد الأحد. فطلب موسى من الله أن يشد أزره بأخيه هارون، فهو أفصح منه لسانا، فاستجاب الله له بل وأمده بعصا خشبية استخدمها موسى لاحقا عند لقائه مع فرعون. قال تعالى في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. صدق الله العظيم. ذهب موسى وهارون للفرعون وسحرته، وأمره الله أن يلقي عصاه أمام فرعون، فإذا هي ثعبان عظيم مخيف. فجمع فرعون سحرته وألقوا كلهم حبالهم وعصيهم، فإذا هي تسحر العين بأنها أفاعي تسعى. وعندما ألقى موسى عصاه للمرة الثانية فإذا بنفس الثعبان يقتل كل الثعابين الأخرى، فخر السحرة ساجدين وآمنوا برب موسى وهارون. لم يتعظ الفرعون من معجزة موسى، فأصابه الله بعقوبات متتالية، فقد شح النيل وأصابت البلاد مجاعة، ثم فيضانا شديد أغرق البلاد. وفي كل مرة يطلب الفرعون من موسى أن يطلب من ربه رفع هذا البلاء عن مصر، وعندما يرفع الله بلاءه يزداد فرعون عنادا واضطهادا لبني إسرائيل، حتى جاء أمر الله الذي أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ليلا إلى فلسطين، ولكن ظل البحر حاجزا بينهم، فأمر الله البحر أن ينشق نصفين ليفتح الطريق أمام بني إسرائيل ليهربوا إلى فلسطين ليأمنوا من الفرعون الظالم. وأثناء اجتيازهم البحر وصلت جيوش الفرعون وهو على رأسها ليقضي تماما على موسى وأهله. وعندما هم بالهجوم أمر الله البحر أن يرجع كما كان، وغرق فرعون وعشيرته، ونجى الله بني إسرائيل سالمين. قال تعالى في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. صدق الله العظيم. وقال تعالى في سورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. صدق الله العظيم. نجى الله موسى وبني إسرائيل من الفرعون الظالم بإغراقه حيا، ووصلوا جميعا إلى سيناء، وذهب موسى للقاء ربه ليتلقى منه ألواح الشريعة، وترك هارون أخيه مع بني إسرائيل. بعدما ذهب موسى طلب بنو إسرائيل صنما يعبدوه ليجسدوا الله أمام أعينهم، وقام أحدهم يدعى موسى السامري وطلب منهم أن يجمعوا كل ما معهم من ذهب ليقدمه قربانا إلى الله ليتجسد الله أمامهم ليروه. وعندما ذهب الجميع إلى النوم صهر السامري الذهب الذي معه وشكله على شكل عجل به فتحات لدخول وخروج الهواء منه ليصدر صوتا كأنه به روحا. وعندما استيقظ بني إسرائيل وجدوا عجل السامري أمامهم وخروا له ساجدين. أما هارون الذي هم يهاجمهم هددوه بالقتل وطلبوا منه ألا يتدخل، فانقسم بني إسرائيل نصفين، نصف كذب العجل مع هارون ونصف اتبع السامري وعبد الصنم الذهبي. رجع موسى من لقاء ربه بعد أن تلقى التوراة
وجد قومه يعبدون العجل، فنهرهم وأخذ العجل وسهره، ثم ألقاه في اليم وأمر أتباع العجل أن يقتلوا أنفسهم خجلا من الله. قال تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتوا أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. بعد أن سهر موسى العجل أمرهم باتباع أوامر التوراة، فرفضوا وعصوا واستكبروا واشترطوا أن يروا الله بأعينهم حتى يصدقوا كلام التوراة، ورفضوا دخول فلسطين خوفا من الكنعانيين سكان فلسطين، وقالوا أن فيها قوما جبارين لم ولن يقبلوا أن نعيش بينهم، اذهب قاتلهم يا موسى أنت وربك. قال تعالى في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. صدق الله العظيم. وظل عصيانهم هذا لمدة 40 عاما، وموسى يحاول هدايتهم وهم كفار به وبعقيدته بعد أن نجاهم الله من ظلم الفرعون. خاف اليهود من كنعاني فلسطين لقوتهم وشدة بأسهم في الحرب، فهاجروا مع موسى للأردن، وهناك توفي نبي الله موسى وأوكل الأمر لابن عمه يوشع ابن نون ابن إفرايم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام جميعا. فدخل يوشع حروب مع الكنعانيين واحتل جزء بسيط جدا على حدود فلسطين عاش فيه مع اليهود، وهناك نسوا أصلهم العربي وأخذوا لغة الكنعانيين العبرية ونسبوها إلى أنفسهم، ثم ترجموا التوراة للعبرية وزادوا عليها كل على هواه وحرقوا الأصول، وعاملوا الكنعانيين أسوأ معاملة، فكانوا يغيرون على مدنهم يسرقونها ويحرقونها ويقتلوا النساء والأطفال، رغم أن موسى قبل وفاته أمر يوشع ابن عمه أن يدخل باليهود إلى فلسطين ليدعو الكنعانيين إلى عبادة الله الواحد الأحد ونشر مذهب اليهود المنزل من السماء، ففعل اليهود عكس ما أمرهم نبيهم، بل وكفروا بعد فترة من دخولهم فلسطين ورجعوا إلى عبادة الأوثان كما كانوا يعبدون أوثان الفراعنة وكما عبدوا عجل السامري. فانظر كيف حماهم الله وعفى عنهم أكثر من مرة، وفي كل مرة يزداد فجورهم وكفرهم وعصيانهم، وفي النهاية يدعون أنهم شعب الله المختار، بل أنهم شعب الله الملعون. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الدعم باللايك والشير والسبسكرايب لكي نستمر في تقديم المزيد. انتظرونا في قصة جديدة من وي.